اللي من حنا ظهرنا أبي الناقة والبكرتين اللي وعدتني. وراك مستعجل رزقك يا أبوي. حنا وش قلنا؟ قلنا عقب الذنوب. عقب الذنوب وأنت الحين فإذا؟ خلاص إحنا بنكمل الثالث، ثالث على اعتبره قضاء. وكم باقي عندك من ذنب؟ باقي الرابع. أجل عض على شحمه، وإذا جاء الرابع يصير خير وتاخذ حلالك كامل مكمل. جترف جترف. حي الله شوير مو من معه. يا هلا والله مرحبا. أنت أنت أنت. عافاك الله يا أبوي. سريحي سريحي سريحي. هدوك الريح. والله ما أدري وش أقول يا وظفة، ما أدري وش أقول، لكن ما رجعني إلا والله اللي شفته. أي والله شوفت صالح تقطع القلب. أنت هالحين وراه ما توافقين عليه، الرجال شريت ومغليت ويحبت وراعي الأولة، وأنتي مرة مقطوعة من شجرة وقاعدة في بيت الحانت. الحين المصريين وش يقولون المثل حقهم ذاك؟ خير البر عقله. لا يا ابن الحلال وش خير البر عقله؟ انفخ يا شريم. لا يا ابن الحلال وش ذاك اللي 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 فيه الجدار والظل؟ ظل هي شيء فيه جدار وظل. ظل راقل. ظل راقل ولا ظل حيطه؟ ولا ظل حيطه. ظل راقل ولا ظل حيطه. وش اللي مقعد تسلات؟ ها؟ الحين أنا أخاف أوافق ويقطعون عني الضمان؟ الضمان عندي؟ هل؟ إي والله العظيم الضمان عندي، أنا بعوضك عن الضمان وعن كل شيء. بس وافقي أنت وافقي. ما يبيها تفكير يا بنت الحلال، ما يبيها تفكير. اصبر علي شوي. وش جرى اصبر علي؟ الرجال. الرجال لو تشوفينه والله العظيم وما حلفت، والله لو اني مره وشفته ها والله العظيم اني لوافق. والله لوافق. اي والله العظيم. احرجتني والله. اجل شف. ايه مثل ما قلت، ظل راقل ولا ظل حيطه واعتبرني موافقه. ايش فيك؟ والله لولا تكفير هالذنب ولا والله ما يستاهلها الخسيس. اجل وافقت؟ وافقت. قايل لك وطافي ذي وطافي وطفى. أنا شديد بالدنيا بالأول عاد يا زيد يا زيد. إيه تلقى عزي منك؟ قايل لك من أول أصلاً.